diversification كتعريف the process of a firm expanding. الشركة بتتوسع في الاوبريشنز في عملياتها by entering new business، بيخش بزنس جديد. في four type of diversification، في أربع أنواع، مين هم؟ عن طريق merge and acquisition اللي هو الاندماج أو الاستحواذ، strategic alliance joint venture اللي هو التحالفات الاستراتيجية وال joint venture الشراكات، والانترنال ديفلوبمنت. كل دول must be justified by creation of value for shareholder. يعني لازم علشان نعمل استحواذ او نعمل اي حاجه من الحاجات دي، النهايه الهدف بتاعنا يكون creation of value، اعمل قيمه للشيرهولدر المساهمين. ازاي؟ مين عمل الموضوع ده؟ مين الشركه اللي لسه عامله قريب جدا استحواذ؟ شركه اشترت شركه تانيه. شركه الفيسبوك اشترى، اللي هي الميتا اشترت ايه؟ اشترت الواتساب بتاعنا والانستجرام، الاثنين اشتريتهم بالفعل. طيب اشتريتهم ليه؟ عشان يرفع من قيمه الشير هولدر، يزود استثماراته، اللي دول كلهم ريليتد لبعض، كلهم سوشيال ميديا وريليتد لبعض، بيستخدموه في التسويق وبيدفعوا له فلوس وبيكسب يعني. فده نوع من انواع الاستحواذ، اوكي؟ هناخد عليه، هنتكلم عليه كمان شويه يعني. دايفرسيفيكيشن جينز، يعني ايه كلمه جينز؟ جينز يعني مكاسب. يعني ايه الاستفاده اللي هجيب بالدايفرسيفيكيشن؟ ليه اعمل تنويع؟ علشان اعمل ماركت باور. يعني المثال اللي انا قلته من شويه، لما مثلا شركه زي شركه طلبات جت اشتريتها شركه، سوري، اشترت شركه كارنج، عارفين الموضوع ده صح؟ طيب ليه اعمل كده؟ علشان يبقى عنده ماركت باور، قوه في السوق، او نيجوشيشن باور، قوه تفاوضيه، يعرف يعني يتفاوض بشكل اقوى لان هو شركه اقوى كبيرة، أو vertical integration، وهشرح دلوقتي يعني إيه vertical integration. تمام؟ market power gives the firm abilities، بتدي للفيرم قدرات to profit through restricting or controlling، علشان إن هي بتعرف إن هي تربح من ال restrict أو ال control، التحكم في supply to the market، قد إيه بنمد السوق عشان يبقى محتكر في السوق to the market، أو coordinating with other firm إن هو يتعاون مع شركات تانية to reduce investment، نقلل الاستثمار، ده بيسموه البولد. Okay. Negotiation power is improvement in bargaining position. ال negotiation power ده بحسن من قوتي التفاوضية، يعني أزود من قوتي في التفاوض مع الشركات اللي موجودة، السبلاير اللي موجودين أو الديستريبيوتور. تمام؟ ناخد بقى تعريف الـ vertical integration. Vertical integration معناه الشركة تكون موزع نفسها أو مورد نفسها. الكلام ده الشركات في التوزيع بتدي شركه تانية توزع لها، صح؟ لا، لما هي تقوم بالدور ده اسمه فيرتيكال انتجريشن، شركه بنفسها تنزل توزع، اوكي، او تبقى هي اللي بتورد لنفسها. هتلاقي التعريف بتاع التعريف مهم. اوكرز وين ا فيرم بيكم اتس اون سبلاير، بتحدث لما تكون الشركه هي مورد نفسها اور ديستريبيوتور او موزع نفسها. يبقى more process towards the original source of raw material، ده اسمه backward integration، برجع لورا، أو toward the customer، ده اسمه forward integration، بمشي لقدام. Okay. وبنضيف حتة كده صغيرة على diversification، بنقول إن في two type of diversification، مين هما؟ related diversification and unrelated diversification. يبقى لما تنوع في بيزنس يتعلق بالبيزنس بتاعي أو بيزنس مختلف. ما اللي بصبح. طب والباقي والكلام ده؟ لا، ده ريدنج ملوش اي حاجه. السؤال الاولاني اللي قدامنا ده مكتوب عليه من فوق 50%، معنى ايه كلمه 50% اللي فوق ده؟ احتماليته في الامتحان مش قد كده، 50 50، فنذاكره اه ونبقى فاهمينه بس في الاخر. تمام؟ طبعا انت بالنسبه لك تذاكريهم ما فيش حاجه اسمها 50. يلا كمل. سؤال في غايه الاهميه. دايفرسيفيكيشن تعريفه قلنا فوق process of a firm expanding their operation by entering new business and which could be achieved عن طريق حاجتين، مين هم؟ merge and acquisition اللي اتكلمنا عليهم من شويه صغيرين كده بشكل مختصر، دلوقتي هشرحهم بالتفصيل. فبيقول لي as a consultant، strategy consultant، explain difference between the two modes، اشرح كاستشاري استراتيجي الفرق ما بين النوعين دول، two modes اللي هو مين؟ merge and acquisition.
discuss benefits and limitation، اشرح لي الفائدة والمشاكل اللي موجودة أو القيود اللي موجودة فيها of each mood، وكمان support your answer with a relevant example. طيب، فاحنا قلنا عندنا طرق الدايفرسيفيكيشن كم واحده؟ احنا قلنا عندنا في ثلاثه، مين هم؟ ميرج اكويزيشن واستراتيجيك الاينس والانترنال ديفلوبمنت. دلوقتي انا هتكلم على اللي معلم عليهم بالاصفر اللي هم مين؟ ميرج اند اكويزيشن. تمام، الميرج عباره عن، نعم لا دي مترقمه بالغلط، ده الترجمه مترقمه بالغلط. اوكي، الميرج عباره عن اندماج، تندمج، يعني شركتين هيخشوا مع بعض ويولدوا شركه جديده مختلفه، يخشوا مع بعض ويطلع منهم شركه ثانيه. يبقى عباره عن بالانجلش بقى نقولها involve a combination or consolidation of two firm علشان تعمل to form a new legal entity. نقطه كده، ده ايه؟ الميرج، تعريف الميرج. طيب الاكوزيشن اللي هو الاستحواذ، تعريفه ايه هو؟ شركة بتشتري شركة تانية عن طريق انها تدفع فلوس كاش تشتريها، او عن طريق انها تشتري اسهمها. يبقى الاكوزيشن انفولف one firm buying another، شركة بتشتري التانية either يا اما عن طريق stock purchase بشتري الاسهم بتاعتها، او كاش ادفع فلوس كاش، او issuance of debts لديون اشتري ديونها، يبقى انا كده اشتريت الشركة. وده اكتر نوع بنشوفه على طول في حياتنا بشكل كبير جدا، اللي هو الاكوزيشن مش الميرج. الميرج ما بنشوفوش، نادر الميرج، لكن الاكوزيشن موجود على طول. عشان كده يقول لك موست فيزبل اند اوفن كوستلي، مكلف جدا. ليه؟ لان الفيسبوك اللي اتكلمنا عنه من شويه، الاكوزيشن بتاعه لشركه الواتساب تراب كام؟ 19.4 بليون مليار دولار، رقم كبير جدا. اشترى الواتساب بشكل كبير جدا، فده هو كوستلي قوي يعني. نتكلم بقى على البنفيتس وعلى الليميتيشن. الميرج والاكوزيشن، الموتيفز او البنفيتس، حط خط على موتيفز وبنفيتس ووضحها لنفسك قوي علشان تعرف يعني ان دول ممكن يجي بالسؤال بالطريقتين دول، يا اما موتيفز يا اما بنفيتس، دوافع او بنفيتس فوائد. انكلود الاشياء اللي فيها هاي تكنولوجي اند نوليدج انسنتيف، الحاجات اللي فيها تكنولوجيا عاليه، زي مثلا ما شركه ابل اشترت ايه؟ شركه سيري. سيري دي كانت شركه منفصله عن سيري، مالهاش دعوه بيها. جت شركه ابل اشتريتها ليه؟ عشان تضيف فكره الفويس كوماند اللي هي الاوامر بالفويس، يديني بسرعه في التليفون بتاع ابل، ما كانش موجود الموضوع ده، كان ظهر. عايز يضيفه بسرعه يعمل ايه؟ يقوم شاري الشركه اللي متخصصه في الموضوع ده، كان في شركه ظهر اسمها سيري متخصصه في قصه الفويس كوماند، قام الشريعة عشان يخش في المنتج بسرعه. لان اللي هي تبع شركة اسمها ايه؟ شركة الاندرويد اللي هي تبع سامسونج. كانت موجودة اسمها اليكسا. اليكسا موجودة. دي حاجة تبع الاندرويد. اليكسا، امازون. المهم واحدة ثالثة. فهو ما فيش دعوة، ما فيش دعوة بالاسماء. الفكرة ان هو عشان يضيفها بسرعة عمل ايه؟ راح استحوذ على الشركة على طول. شركة ابل راح شايل سيري عشان تضيف الموضوع ده بسرعه. ليه؟ لان acquiring is faster than building، انك تحصل على شيء اسرع من انك تبنيه. يعني تعالي نشتري عماره وضع احسن من ان انا ابنيها واحده من الصفر. بالظبط كده. فبدل ما لسه نصرف بقى على موضوع الفويس كوماند ونصرف فلوس على ابحاث عشان نعملها اساسا انا مش عارفها، طب ما اشتري الشركه اللي شغاله فيها بسرعه واضيف الحاجه بسرعه عندي. كان ده نقوله ازاي بالانجلش؟ In include in high technology and knowledge intensive industries, speed is important. السرعة مهمة. So acquiring is faster than building. إنك تحصل على الشيء أسرع من إنك تبنيه. For example, Apple acquire Siri. The acquisition that can quickly add new technology. بيضيف التكنولوجيا الجديدة دي. بيضيفها بسرعة. تمام، تو برودكت اوفرنج للمنتجات بتاعتها علشان نقدر ان احنا نلبي احتياجات الزبون، ميت تشينجينج كاستمر نيدز. كمان also ايضا اربط الكلام، in addition allow firm to obtain valuable resources، موارد قيمه عن طريق التوسع في البرودكت اوفرنج اند سيرفيس. فور اكزامبل شركه سيسكو سيستم دي بتاعت انظمه اتصالات، عملت اكوزيشن كان هيلب affirm leverage core competences، يستفيد من الcore competences اللي هي الكفاءات المتخصصة
تمام، share activities and build market power، يتشارك في الأنشطة ويبني قوة في السوق، فده الـ acquisition هيفيد في الموضوع ده. آخر حاجة although can lead to، يؤدي إلى إيه؟ lead to consolidation، تكامل within an industry، إنه بيجبر الـ other player to merge، الشركات التانية إن هي تعمل merge، برضه تعمل اندماج، زي شركة eBay اللي هي المعروفة طبعا بتاعت البيع الأونلاين، عملت اكوزيشن لشركه اسمها جي اس اي كوميرس، شركه تجاريه، تمام، فسمح للشركات allow to become a full service provider of online retail system، يبقى بيقدم خدمات كامله، بدل ما ايباي مثلا كان بيقدم خدمات محدوده، لما حصل على الشركه الثانيه بدا يقدم خدمات اكتر. اوكي فاينلي اخر حاجه عندي كوربوريشن، الشركات ممكن برضو انتر نيو ماركت، ان هي تخش اسواق جديده باي اواي اوف اكويزيشن، زي فور اكزامبل شركه فيات بتاعت السيارات عملت اكويزيشن اكوايرد لشركه اسمها شركه كرايزر، دي شركات سيارات عملت استحواذ لبعضها، فيات اشترت او عملت استحواذ لكرايزر عشان تخش تو جين اكسس تو ذا يو اس ماركت، عشان تخش السوق الاجنبي الامريكي. بس الافضل الحاجات دي حضرتك اللي موجوده دي، كل حاجه في مكانها بالظبط، دي الاكزامبلز اللي انا عايزها احسن، ومترجمه عندك بالعربي علشان تستفيد. اتفقنا؟ طيب كده خلصنا البنفيتس والموتيفز، نتكلم عن الليميتيشنز بقى، المشاكل اللي موجوده فين الميرج والاكوزيشن. المشاكل انكلود تيك اوفر بريميوم، دايما المبلغ بتاع الاستحواذ بيكون غالي جدا، فدي اول حاجه مشكله، تيك اوفر بريميوم فور اكوزيشن تيبيكالي فيري هاي. طب انا شايف ان الكلام ده صعب، تقيل قوي الكلام ده، ممكن اغيره؟ ممكن اكتب ان البرايس فور اكويزيشن فيري هاي، هتمشي هتعدي، مش لازم اقول البريميوم، كلمه بريميوم دي اللي هو الاقساط، لان الاستحواذ بيتم باقساط، ما بيتمش مره واحده، ما بيدفعش مبلغ مره واحده، فعشان كده بتتكتب بالطريقه دي، فانا ممكن اكتبها فيري هاي، ادي واحده اول نقطه اول ليميتيشن. تاني ليميتيشن The competing firm can imitate advantage، الشركات المنافسة ممكن تقلدك وتعمل برضه استحواذ أو تعمل برضه اندماج. تالت نقطة الـ competing firm برضه can copy synergy، ممكن ينسخ synergy. يعني إيه synergy؟ synergy يعني واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، synergy يعني معناها الأفكار بتولد أفكار، يعني الشركات لما تندمج الناتج بيبقى أكتر من مجموع الشركتين دول، شركة صغيرة وشركة صغيرة لما يخشوا مع بعض يطلع شركة كبيرة، الناتج أكبر بكتير، هي نسخ الطريقة الواي، الطريقة دي طريقة الشغل. تمام، دي تالت نقطة. رابع نقطة المانجرز ايجو، ايجو يعني ايه؟ ايجو يعني الشخصية، الذات، الغرور، غرور المدير ممكن يخش في القرارات بتاعته في حالة الاستحواذ، زي مين؟ عمنا ايلون ماسك، ممكن تاخده كمثال عشان تفتكر. ايلون ماسك من كام يوم او من كام شهر راح اشترى مين؟ اشترى تويتر. ليه؟ عشان الايجو بتاعه، هو اشتراه عشان انا اعمل دوشة في المكان، عايز منصة علشان يعرف يتكلم عليها الناس كلها تتابعه، فيدي كلمة يقوم مأثر في العالم. فعشان كده ناخد بالنا ان الراجل ده المانجرز ايجو، افتكرها كده، الغرور، الشخص ذات نفسه المدير، get in the way of sound business decision، القرارات اللي ساوند يعني ايه؟ سماعه المشهوره المعروفه، ده يعمل مشكله. اخر حاجه خالص culture issue may affect the benefit، في مشاكل ثقافيه ممكن تاثر على الفوائد من الموضوع ده. ايش مشاكل ثقافيه؟ لان كل الشركه شغاله بثقافه وبشكل معين، دي شركه ودي شركه، كل واحد شغال بطريقه، لما يخشوا مع بعض يحصل ايه؟ اختلاف ثقافات، يحصل مشكله. تمام؟ فدي هي الليميتيشن. حاجه صعبه؟ بسيطه؟ حلوين. يبقى ده سؤال رقم اثنين، احنا خدنا كده سؤالين اساسيين في الماده. طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم ثلاثه، بنتكلم فيه عن استراتيجيك الاينس والجوينت فينشر، اللي هو التحالفات الاستراتيجية والجوينت فينشر اللي هو الشراكات، الاثنين دول قريبين جدا من بعض، ليهم برضو موتيفز وليهم ليميتيشن، فلو جاي لي في الامتحان في سؤال قال لي قارن ما بينهم، اقارن، اكتب تعريف كل واحدة فيهم، واكتب برضو الموتيفز، الفوائد بتاعت كل واحدة فيهم، و يعني عندك البنفيتس هنا وعندك ورا هتلاقي الليميتيشنز. تمام، شكرا جزيلا، نكمل بقى ان شاء الله في المحاضرة القادمة.